كثير من الاشخاص بيقولوا انه الديتوكس دايت بخلي الشخص يحس عنده انرجي، هل هذا الشيء مزبوط ولا لا؟ هو معقول يكون مزبوط انه الشخص رح يحس عنده انرجي اكثر لانه عم بياكل فواكه اكثر، عم بياكل خضره اكثر، عم يشرب مي اكثر، ومخفف كل شيء بروسيسد وفاست فود. هيدي هي النقطه اللي بالديتوكس دايت اللي بتساعد الشخص يكون عنده انرجي اكثر، ولكن مش الديتوكس دايت بحد ذاته هو اللي عم يعطيه انرجي. بالعكس الديتوكس دايت اذا عم بخلينا ناكل بروتين اقل او انواع معينه من الاكل، بالعكس رح نحس انه الانرجي تبعتنا خفت وما عندنا انرجي اكثر.